السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشرح طريقة إضافة درع الحماية للصورة الشخصية في حساب الفيسبوك، وهذه الطريقة تمنع مستخدمي فيسبوك من حفظ صورتك الشخصية أو أخذ لقطة شاشة لها. لتفصيل هذه الخاصية تابع الشرح للنهاية. خلال هذا الشرح سنستعمل متصفح كيوي، ونقوم بتنزيل هذا المتصفح من متجر جوجل بلاي، وستجد رابط التطبيق في الوصف. نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب الفيسبوك من خلال هذا المتصفح. بعد الدخول إلى الحساب نقوم الآن بتنزيل إضافة جديدة للمتصفح، ستجدون رابطها في الوصف. أولا نقوم بتفعيل وضع سطح المكتب، ونقوم بالبحث عن سوق كروم الإلكتروني، ونختار الخيار الأول ونبحث عن الخاصية، كما قلت ستجدها في الوصف. ومن خانة البحث ندخل الاسم التالي l.o.c ونقوم بالبحث. تظهر لنا هذه الصفحة، نقوم بالضغط على إضافة إلى كروم، ومن ثم نضغط حسنا. نذهب إلى حساب الفيسبوك حتى نفعل هذه الميزة. نقوم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى، ثم ننزل إلى أسفل ونختار l.o.c، ثم نضغط على الإكس ونختار Tools أي أدوات، وننزل إلى أسفل ونختار Profile Picture Guard أي حماية صورة الملف الشخصي. كما تشاهد الحماية موجود. نضغط على Shield Up أي تدريع، ومن ثم نضغط على أوكي. لإثبات صحة هذه الطريقة نذهب إلى حساب الفيسبوك ونقوم بتحديث هذه الصفحة. هكذا تم إضافة درع الحماية على الصورة الشخصية. وندخل عليها أيضا من تطبيق الفيسبوك ونشاهد أيضا درع الحماية. إذا أعجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.